بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في مطلع هذه الحلقات لو استفتحتم هذه اللقاءات بكلمة تذكيرية عن فضل هذه الأيام وما يستحب فيها وما ينبغي للمرء المسلم أن يكون عليه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم مواسم وأوقات للعبادات يؤدونها فيها، فجعل للصلوات الخمس مواقيت في اليوم والليلة، وجعل للجمعة وقتا أسبوعيا، وجعل للصيام وقتا من السنة وهو شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. وهذه المواقيت المخصصة للعبادات يجب أن تكون لما خصصت له من أداء العبادات فيها، بحيث لا تخرج عنها لا بتقديم ولا بتأخير إلا لعذر شرعي يبيح التأخير، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وشهر رمضان شهر عظيم مبارك من جميع الوجوه، فقد جعل الله فيه مواسم للأعمال الصالحة متنوعة، من ذكر الله وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان والاعتكاف في المساجد، وأعظم ذلك أنه يؤدى فيه أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو صيام شهر رمضان. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وشهر رمضان شهر واحد من السنة، وهذا من فضل الله عز وجل، حيث لم يفرض الصيام عليهم في كل شهور السنة، بل خصه بشهر واحد ليكون بذلك خفيفا عليهم ولا يعوقهم عن أعمالهم ومصالحهم الأخرى. وهو شهر عظيم له فضائل عظيمة يأتي على المسلمين كل سنة، فهو شهر مغفرة، فهو شهر رحمة، وشهر مغفرة، وشهر عتق من النار، وشهر أنزل الله جل وعلا فيه القرآن العظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أن الصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره، وأن الطاعة في شهر رمضان أفضل من الطاعة في غير شهر رمضان لشرف الزمان. فالذي أنعم الله عليه بإدراك هذا الشهر يجب عليه أن يحمد الله ويشكره، وأن يستغل هذا الشهر لمنافعه الأخروية ومصالحه الأخروية، فيدخر فيه من الأعمال الصالحة ما يجده عند الله، وهو أفقر ما يكون إليه حين قدومه على الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر جعله الله زيادة في حياة المسلم، لأن حياة المسلم قصيرة في هذه الدنيا، ولكن الله جعل له مواسم تضاعف فيها الأعمال، فيكون كأنه عاش دهرا طويلا في عبادة الله سبحانه وتعالى. فلما قصرت أيام حياته في هذه الدنيا مدد الله له بمواسم الفضائل ومضاعفات الأجور ما يشغل أعمارا طويلة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لاستغلال هذه المواسم وهذه الخيرات، واستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. وبما أن الحديث هنا موجه للمرأة المسلمة حول الأحكام المتعلقة بها، نود أيضا في البداية أن تبينوا للمرأة المسلمة كيف تستقبل هذا الشهر المبارك العظيم. المرأة المسلمة لا شك أن لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين، فالمرأة هي شقيقة الرجل من حيث التكاليف الشرعية وما يجب عليها، وهي أيضا تنال من الأجر أو من الإثم مثل ما يناله الرجل، فإن هي أحسنت نالت من الثواب مثل ما يناله الرجل لا فارق بينهما، وإن أساءت نالت من العقاب مثل ما يناله الرجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أطاعت ربها بهذه الطاعات العظيمة فلها مثل الرجل، كما أنها إذا عصت فإنه يكون عليها مثل الرجل من الإثم. قال جل وعلا بعد هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال قبلها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها الآية. فجعل المرأة شريكة ومثيلة للرجل في الثواب والعقاب في هذه الآيات. قال جل وعلا: ليعذب الله وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة وأنه عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. فالمرأة تنال ما يناله الرجل من الثواب أو من العقاب، فعليها أن تعرف مكانتها وتعرف مسؤوليتها وتعرف أنها مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن أولادها وأهل بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم فيها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لكم شيخ صالح، وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.